القطري والسوري في تصفيات كأس العالم في محاولة المنتخب السوري، وبالتالي عمر السومة يسجل الهدف. العنابي الآن التبديلين في خط الوسط، التبديل منطقي للغاية، ما يبيله كلام. المنتخب السوري تفوق والتسديد، جول جول، هدف التعادل. لأن عندئذ يعني الكرة حيتساوى بالنقاط الثلاث، لكن في رغبة عنابية واضحة، والجول جول. أكرم عفيف يسجل. جرى شنو اللي صار بعد؟ كانت النتيجة 1-0، تبديلين، كريم بضياب، سالم الهاجري، المدرب اللي يتعامل، محاول، جول. الرد السريع من المنتخب السوري، الرد السريع من المنتخب السوري.